اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ورجعت لكم حلقه جديده ومطبخ طمطم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض صينيه المكرونه بالبشاميل وكفته داوود باشا. معانا النهارده نص كيلو لحمه مفرومه، ومعانا كيلو مكرونه انا سلقاه، ومعايا البشاميل بتاعي 5 معالق دقيق واربع معالق زبده، ومعايا شويه زيت، وبنزل فيهم لحد ما الدقيق بياخد اللون الذهبي، وبنزل فيه بلتر حليب وبحط له ملح وفلفل، ومعايا 2 بيضه. هننزل بالبشاميل في الصينيه بتاعتنا. هنزل عليها بالمكرونه بتاعتي اللي انا سلقاها طبعا ديت علشان البيض. طبعا احنا عارفين ان المكرونه اللي بتاخد 3/4 سلقه، يعني ما بنسلقهاش سلق كامل علشان هي لسه هتستوي في الفرن. كلنا عارفين اللحمه بتاعتنا بنعصجها ازاي. نص كيلو لحمه معاها بصلتين 2 متوسطين، بنبشرهم بالمبشره وبننزل عليهم بمكعب زبده، وننزل عليهم على نار عاليه ونفضل نقلب فيها كده. انا هرص المكرونه بتاعتي وانزل عليها باللحمه بتاعتي. طبعا انا عملت معاكم قبل كده صينيه الكوسه بالبشاميل، يا رب تكون عجبتكم. ودي صينيه المكرونه بقى عشان انطلبت مني كتير جدا. كده هنزل عليها نزلت عليها باللحمه بتاعتي، هنقلبها كويس عشان بستك منها. بس كنت حطاها في التلاجة، بس مني كنت عاملاها بدري والجو ساقع. طبعا الجو بدأ يسقع، كل سنة واحنا طيبين الشتاء بدأ يدخل. هنزل بالمكرونة بتاعتي. لحد ما الصينية بتاعتي تاخد، علشان بس ما تبقاش ملانة قوي ولا ايه ناقصة قوي. كده انا هحط لها كمان شويه صغيرين. المقادير معايا على الشاشه اللي حابب يكتبها. معانا كيلو مكرونه مسلوق، ومعانا البشاميل بتاعنا، ومعانا نص كيلو لحمه متعصجه، بصلتين، نص كيلو لحمه، مكعب زبده على نار عاليه، بيتحط لها ملح وفلفل، والبهارات اللي انت بتحبيها تحطيها. اي البهارات دي يا جماعه اختياري للوحده. البشاميل بتاعنا طبعا احنا عارفين 5 معالق دقيق ابيض، ومعاهم 4 معالق زبدة، ومعانا بنحطهم على نار لما ياخدوا الفلفل اسمر وملح طبعا، بعد ما بننزل بالحليب بتاعنا. و2 بيضة، انا اسفة طبعا يا صارت مني، معلش مخدتش بالي منها. و2 بيضة طبعا هنحطهم على الوش. طبعا انا معايا الفرن بتاعي والح، هندخل بقى نحطها في الفرن دلوقتي. بس هنزل عليها هنزل بالبشاميل بتاعي كل مره واحده. معانا ال2 بيضة هننزل عليهم بملح وفلفل، وهنحطهم على وش الصينيه بتاعتنا. نص معلقه ملح وفلفل بس علشان ايه صفرت البيض، لو فيه شويه خل برضو نص معلقه خل، بس انا ما حطيتش خل، انا بحط عليها بس ملح وفلفل. هنزل في بيهم. كده خلاص صينيه المكرونه بتاعتي جهزت، هدخل بيها على الفرن. هدخلها الفرن. طبعا يا جماعه احنا كده هنعمل مع بعض كفته داوود باشا. انا جبت نص كيلو لحمه وبشرت بصلايه متوسطه، حطيت البهارات بتاعتي، صمغتها مع بعضها وبيتها في الثلاجه وكورتها بالشكل دون. هنزل المقادير على الشاشه اللي حابب يكتبها معايا. هننزل بالزيت بتاعنا علشان ننزل فيه بالكفته. طبعا الطاسه بتاعتي سخنه، فانا هنزل بالكفته على طول. طبعا الكفته بتاعتي انا حاطه فيها بصله مبشوره متوسطه، وحاطه فيها بهارات، طبعا بهارات، وبنزل بالزيت بتاعي بقى ده لسه. ومعانا طبعا الصلصه بتاعتها، بعد ما الاول هنقلبها طبعا وهتاخد لون، هنطلعها وهنعمل ايه الصلصه بتاعتها. دي كفته داوود باشا طبعا كلنا عارفينها. في طبعا كذا طريقه للكفته، وعلى فكره كفته داوود باشا ديت انا ممكن احولها البرجر،
هقول لكم هنحولها البرجر ازاي. نفس النص كيلو لحمه وعليه البصلايه المبشوره، هننزل عليها بثلاث معالق بقسماط وبضايه. هنجيب غطا برطمان متوسط وهنحط فيه كيس طبعا نظيف، وهنقوم حاطين فيها البقسماط اللحمه ديت، وهنكورها على البقسماط اللي هو البرجر اللي احنا حابينه. لو احنا مش عايزين نعملها كفته، هي كذا في كذا طريقه. اللحمه المفرومه عامه بتاخد كذا طريقه، بنعملها بكذا طريقه. هنعملها دلوقتي، احنا دلوقتي هنعمل مع بعض كفته داوود باشا كده. نص كيلو لحمه، بصلايه متوسطه، البهارات بتاعتنا، وكورتها ولازم تدخل التلاجة. انا بيتها في التلاجة من بالليل. تعالوا ننقلها على العالي هنا عشان الوقت بتاعنا. ممكن يا جماعه اللحمه برضو نعملها، اللي مش حابب الكفته ديت طبعا كلنا وعارفين ان ولادنا بيحبوا كفته الرز، ممكن نعمل نجيب كيلو رز ونجيب. احنا بصوا انا هقول لكم على المقادير، واحنا كده كده يعني اغلبيه الستات بيعملوا الكفته عند الجزار، دي اصلا بتبقى اسهل علشان المفرمه هناك بتساعد معاكي. بتحطي كيلو لحمه، اللي مش عايزه الكفته بتاعتها تفكي منها، انت بتغسلي الرز ما بتنقعيهوش في ميه. في ناس ستات كتير قوي تقول لك لا ده انا هنقع الرز قبلها بساعتين في الميه علشان ايه الكفته بتاعتي تبقى ناعمه. لا كده الكفته بتاعتك هتفك وهتبوظ منك. انت بتغسلي الرز بتاعك قبل ما بتروحي عند الجزار، بتحطيه في مصفى، بتغسليه وبتحطيه في مصفى، بتحطي معاه كميه التوم اللي انت عايزاها، بتحطي بهارات، بتحطي بصلايه متوسطه، ما تحطيش بصلايه برضو علشان ما تشربش الزيت وتفتح منك، وبتحطي الخضره بتاعتك، نص حبايه جوزه الطيب، نص معلقه قرفه، والبهارات اللحمه اللي احنا بنحبها، وهتاخديها وتروحي عند الجزار وهتخليه يفرمها لك مع كيلو لحمه من عنده. وممكن تزودي كميه الرز، ما دام الرز بتاعك مش مبلول زودي كميه الرز على كيلو لحمه، وشوفي ان شاء الله النتيجه معاكي هتطلع هايله. ما شاء الله عليها، هي متفكتش مني. هنديها لون كده وهنقلبها، وبعد كده هنعمل لها الصلصه بتاعتنا. اي حد عنده استفسار، اي حد عنده له اي اسئله يقول لي عليها وانا هجاوبه على طول ان شاء الله. طبعا صينيه المكرونه بتاعتنا في الفرن، معانا كيلو مكرونه مسلوق، نص كيلو لحمه مفرومه، البشاميل بتاعنا خمس معالق دقيق، لتر حليب، اربع مكعبات زبده مع شويه زيت، ملح وفلفل، اتنين بيضة علشان وش الصينيه. في ناس كتير بيحبوا يحطوا بيض في قلب البشاميل ده للصينيه، دي حاجه حسب الرغبه وحسب الحاجه اللي انت بتحبيها. ناس كتير بتقول لي يا طمطم انت اكلك تقليدي ما فيهوش حاجه جديده. يا جماعه انا ست مصريه، مطبخي مطبخ مصري، ده اكل انا بحبه، بعمله بطريقه معينه. يعني السمك، ناس كتير قالوا ازاي السمك يتحط له طماطم، بعد ما جربوه قالوا بعد كده احنا مش هنعمله غير بالطريقه دي. احنا مطبخنا مطبخ مصري، فعادي يعني. انا ان شاء الله، بس انا عشان شاريه وقت قصير، بس ان شاء الله ربنا ييسر الحال والدنيا كده تبقى جميله، وهنعمل معجنات وهنعمل حاجات حلوه كتير مع بعض. يا رب حلقاتي تكون بتعجبكم، ومطبخ طنطم يكون عاجبكم. طبعا ممكن انت تسلقي المكرونه لو انت مش حابه تعمليها في الفرن مثلا صينيه. هتجيبي مثلا لو انت عندك صدور فراخ هتقطعيها حتت صغيره، هتعمليها ببصل، هتشوحيها كويس ببصل بفلفل عندك اخضر، هتحطي بهارات، هتحطي شويه زبده معاها شويه زيت، وهتعمليها. وتقومي جايبه طماطم هتضربيها، وهتدي مثلا شويه ثوم هتديهم اللون الذهبي، وهتنزلي عليهم بالطماطم بتاعتك، وهتقومي عاملاها ديت الطاجن اللي الولاد بره بيشتروه بمبلغ. لا انت ممكن تعملي كميه ما شاء الله هتكفي الولاد وهتشبعهم، وما تحجهمش ان هم يشتروا حاجه من بره. هي المكرونه لها كذا طريقه، ممكن تعمليها بالكبد والقوانص برضو، عايزه تعمليها صينيه في الفرن ماشي، عايزه تعمليها طاجن طواجن للولاد كده وتقومي عامله لها الدقه اللي الولاد برضو بيبقوا شاريينها، ويقول لك ده الدقه يا ماما. لا الدقه هي عباره عن فصين ثوم، شويه شطه حمر كده، فلفل حار، وشويه زيت هتقدحيهم فيه، وهتقومي نازله عليهم بالخل بتاعك مع معلقه صلصه علشان بس تبقى ايه ما تبقاش يعني قاسيه شويه على الولاد. اي حاجه تحبيها قولي لي عليها وانا هعملها لك ان شاء الله. هنقلب الكفته بتاعتنا. اي حد ليه استفسار يقول لي عليه على طول، ان شاء الله انا هاجيب عليه. طبعا الكفته بتاعتي انا بعد ما هطلعها انا معايا ليها خمس فصوص ثوم، ومسبكه لها طبعا دي صلصه طماطم فريش. انا طبعا يعني ما بفضلش الطماطم اللي هي الثانيه، فانا دايما بعمل الطماطم فريش. بسم الله.
كفته الرز يا جماعه اللي انا قلت لكم عليها دي، طبعا انا نفسي اعملها ان شاء الله، اعملها معاكم في حلقه، بس ياك منها بس يعني بتاخد وقت برضو ان احنا هنصبحها وهنقليها طبعا، وهنجيب لها، في ناس كتير بتقللها ببصل، لا الكفته الرز بيتقللها بتوم مع طماطم مفرومه فريش، ولما بتتسبك بننزل بالكفته بتاعتنا، وبتتعمل جنب رز ابيض، رز بشعريه، حسب ما انت حباها، زي ما انت حابه، زي ما اولادك بيحبوا الحاجه اعمليها لهم. ناس كانت سالتني على شوربه العدس يا جماعه، يقول يا طمطم يا شوربه العدس بيتحط لها كوسه؟ اه شوربه العدس بتحط لها كوسه، ربع كيلو عدس، بيجيبي ربع كيلو عدس وبتحطي له بصلايه وبتحطي له جزرايه مبشوره وتحطي ربع كيلو كوسه مع ربع كيلو عدس زي ما انا ما بقول لك كده اعمليه، وكم فص ثوم هتحطيهم على النار لما يستوي خالص، هتحطي معاهم ربع كيلو طماطم وهتسيبيهم لما يستوي خالص، هتضربيهم في الخلاط وهتصفيهم كويس، وهتجيبي الزبده بتاعتك هتحمري فيها كوبايه صغيره شعريه، كوبايه صغيره حوالي 3 معالق شعريه، وهتنزلي فيها دي شوربه العدس بتاعتك. طبعا الشتاء داخل، وليه طبعا ايه ناس كتير يعني بتخلي العدس البصاره ده، يقولوا لك لا الصيف ما ينفعش ناكل فيه الحاجات دي، لا احنا ناكلها في الشتاء، دي اكلات بتبقى في الشتاء. كده الكفته بتاعتنا يعني اللي طلعت كده هنطلعها، اي حد عنده استفسار اي حد له سؤال يقول لي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مدام ساره؟ ازيك يا مدام سعاد؟ الله يسلم حضرتك، من فضلك عايز اعرف بس طريقه الملوخيه الناشفه من فضلك. طب انا هقول لك، الملوخيه الناشفه يا جماعه عكس الملوخيه الخضراء خالص، الملوخيه الناشفه احنا الملوخيه الخضراء بناخد الشوربه بنسيبها لما تبرد خالص علشان الملوخيه بتاعتنا ما تسقطش، تمام؟ الملوخيه الناشفه بقى انت بتسخني الشوربه وبتجيبي الثوم بتاعك بتضربيه مع قرن فلفل حار، وبتحطي نصه في قلب الشوربه مع مكعب مرق، وتقومي نازله وهي الشوربه سخنه وتقلبي بالراحه كده واحده واحده كده، وتقومي مقلبه ما بتنزليش بالملوخيه مره واحده، واحده واحده كده بتقلبي وتقومي رافعاها على النار، اول ما بتغلي بتقومي طافيه عليها، وتقومي جايبه حته الزبده بتاعتك على حسب انت هتقللها بايه، وهتقومي محمره فيها بقيه الثوم اللي انت ضرباه او اللي انت عاملاه في الهون عندك مع الفلفل الحار، وهتقومي محمراه واخد اللون الذهبي وهتنزلي عليها، واحنا عارفين كلنا ان الملوخيه ما بتتغطاش، ما تغطيش الملوخيه، ودايما الملوخيه دايما خليها اخر حاجه في الاكل، يعني انت مثلا خلاص جهزتي اكلك كله خلاص، قبل ما هتجهزي سفرتك هتحطي الطبليه، هي ما بتاخدش منك 10 دقائق، وهتقومي علشان تطلع طعمها حلو معاكي. بألف هنا. الو، ايوه استاذه حنان. الو الو، شكرا حنان. طيب كده انا هطلع الكفته بتاعتي علشان اعمل لها الصلصه بتاعتي. الملوخيه الخضراء يا جماعه احنا عارفين بناخد الشوربه كده ونقوم سايبينها خالص لما تبرد علشان ما بترقدش، علشان ما ترقدش مننا في الحله، ونقوم عاملينها وتاخد اول ما تغلي غلوه وبنقوم شايلينها على طول، وننزل فيها بالثوم، بس انا ما بحطلهاش صراحه فلفل حار مع الثوم اللي هي الخضره بالذات، هي الناشفه لازم ان احنا على قد ما نقدر يعني نديها حاجات علشان تطعمها، واحنا عامه كلنا دلوقتي اهالينا علمونا دلوقتي ان احنا بنجفف الملوخيه الخضره دلوقتي بتبقى يعني موجوده صيف وشتاء. تعالي هنا بقى. طيب انا كده هنزل فيها بالثوم نفس الطاسه، مش هنغير حاجه، هننزل فيها بالثوم بتاعنا، هياخد اللون الذهبي وهنزل عليه بالطماطم. الطماطم بتاعتي انا حاطه لها ملح وفلفل، يعني انا كنت جايباها جاهزه معايا. قولي لي اي استفسار يقول لي عليه. بالنسبة يا جماعة الناس، في ناس سألتني ازاي نعمل خلطة المحشي. خلطة المحشي يا جماعة انا هديكم المقادير لكيلو رز، انت بتجيبي كيلو الا ربع طماطم، انا المقادير زي ما بقولك عليها كده اعمليها، كيلو رز لكيلو الا ربع طماطم، بصلتين اتنين كبار، شوية فلفل اخضر، وقرن فلفل حار، هتضربيهم في الخلاط بتاعك، وهتنزلي حوالي 5 معالق زيت مع حتة زبدة على النار، وهتحطيهم لما يتسبكوا، ده للكيلو الرز.
انا بدي مقادير لكيلو الرز، هتعملي ايه؟ لو انت الكرنب طبعا مش هتحطي الخضره العاديه، عايزه فلفل، كوسه، بدنجان اللي هو الممبار، هتحطي معاه عود ريحان، وهتحطي معاه الفلفل، هتحطي معاه نعناع اخضر، عود نعناع اخضر، ونص معلقه نعناع ناشف للفلفل والكوسه والبدنجان واللي هو الممبار. دي المقادير بتاعتنا. يلا ننزل بالطماطم بتاعتنا كده، تمام قوي. انا طبعا مسبكاها، هنزل فيها بكوبايه الميه. اول ما تغلي هنزل فيها بالكفته بتاعتنا. ان شاء الله يا رب تعجبكم، يا رب وصفاتي واكلاتي السهله البسيطه تعجبكم. انا ست مصريه ومطبخي مطبخ مصري عادي جدا، اللي حابب اي حاجه يقول لي عليها وانا هعملها له ان شاء الله. تعال نحطها هنا بقى، هنا اعلى شويه. طبعا صينيه المكرونه البشاميل بتاعتنا، كيلو مكرونه ليه نص كيلو لحمه، البهارات بتاعتها، البيضتين، نسلق المكرونه ثلاث ارباع سليق، البشاميل بتاعنا 5 معالق دقيق عليهم، بنديهم اللون الذهبي، ونحط عليهم لتر حليب. لقيتي مثلا لسه زي السمك اللي انت حباها، تزوديها شوربه، تزوديها شويه ميه، تحطي البهارات اللي انت حباها. كفته داوود باشا نص كيلو لحمه، عصاج بصلايه مبشوره، والبهارات بتاعتنا، وهنسمغه وهنسيبه في الثلاجه. ممكن تكوريها وتحطيها في الثلاجه، ممكن ان انت تقومي زي ما انت محبه يعني، تكوريها وتحطيها وتحطيها، وبعد كده تطلعيها تكوريها وتقومي عاملاها زي ما انا ما عملتها دلوقتي. هي خلاص غليت، هنزل بالكفته بتاعتي فيها. يا جماعه انا مش دارسه مطبخ، انا حابه المطبخ، انا بحب المطبخ، يعني المطبخ ده انا بحبه جدا. والواحده لما تحب المطبخ دايما هتطلع اكلات دايما حلوه وطعمها حلو. اي استفسار اطلبوه مني. هنديها حوالي كده 3 4 دقايق وهنشيلها. جربوها في هي البرجر اللي انا قلت لكم عليه، طبعا الولاد دلوقتي في المدارس بالليل مع بطاطس محمره كده هيبقى حلو جدا. الو، السلام عليكم. الو، ازيك يا استاذه مريم؟ وعليكم السلام. عايز اكلم الشيف. ايوه انا معاكي. ايوه يا استاذه مريم انا معاك، اتفضلي يا استاذه مريم، قولي استفساري يا حبيبتي، حابه تستفساري على ايه؟ عايزه اعرف طريقه الفراخ المشويه. طريقه الفراخ المشويه، انت بتجيبي الفرخه بتجيبيها متوسطه، وبتخلي الفرارجي يقطعها لك 8 قطع، او قطعيها انت 8 قطع طبعا، بعد ما بتغسليها وبتنقعيها كويس، وبتجيبيها بسن السكينه وبتقومي مغرزاها. هتجيبي معانا طماطمتين، بصلايه كبيره، قرن فلفل حار ده حسب الرغبه، هتحطي برده فلفل اخضر معانا، وهتقومي ضربهم في الخلاط، هتحطي معلقه سكر، عصره ليمونه، معلقه خل، الملح بتاعك، بهاراتك، القرفه، جوز الطيب، البهارات اللي انت هتحبيها، هتنقعيها فيها من بالليل او ممكن الصبح هتنقعيها فيها. انا صراحه انا عملتها بكذا طريقه الفراخ المشويه، انا عشان طبعا معايا اطفال صغيرين، فانا بحطها في الصينيه، بعد ما كده بقوم حطها في الصينيه وبغليها على النار، بس في صينيه مش في حله، بغليها على النار، وبعد كده برصها في الشوايه بتاعتي وعلى الفحم وبديها لون. دي طريقه، حابه انت تشويها على طول، دي الحاجه اللي تريحك. بس انا كمني طبعا معايا ولادي، فلازم ان انا ايه اشوف مثلا الناس الكبيره حد كده هيعرف ايه ينضخها كويس ولا لا. اتفضلي تأمريني يا حبيبتي. الو، الو، ايوه اهلا يا استاذه عبير. ايوه انا عايزه اكلم الشيف. ايوه انا معاكي يا حبيبتي، اتفضلي استفسارك. ازيك يا شيف طمطم؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا عايزه اعرف سؤالك. سؤالك يا استاذ، سؤالك يا استاذه عبير، اتفضلي. عايزه اعرف طريقه كباب الحله. كباب الحله؟ طيب كباب الحله، انت بتجيبي اللحمه بتاعتك بتقطعيها مكعبات، وبتجيبي البصل بتاعنا نص كيلو بصل بتقطعيه شرايح، مش تخرطيه، لا انت بتقطعيه شرايح، وبتنزلي عليها على اللحمه بتاعتك مع شويه زيت، وبتقومي حطها على النار، وبتفضلي مع التقليب المستمر، وبتسيبيها وبتقومي زيداها. لما تقلبيها خالص بتلاقيها دبلت اللحمه، طبعا كلنا عارفين ان هي ما بيتحط لهاش ملح غير في الاخر خالص، وبتسيبيها على النار، وبتحط لها معاها تخرطي طماطمايه مكعبات، او لو عايزه تحطي كوبايه عصير طماطم معاها زي ما انت محبه، وهتسيبيها على النار وهتحط لها كوبايه ميه، اول ما هتغلي هتهدي عليها حسب نوع اللحمه اللي عندك، ممكن لحمتك تاخد نص ساعه، ممكن تاخد ساعه الا ربع ساعه، حسب نوع اللحمه بتاعتك. تأمريني يا استاذه عبير. طيب هنبص كده على الصينيه بتاعتنا كده، ما شاء الله الصينيه بتاعتنا خلصت، عايزه اطلعها.
كده خلاص هطلع كفته الدوب باشا بتاعتي الجميله. عايزه اطلع صينيه المكرونه بتاعتنا الجميله طبعا، عايزين نطلعها. ننزل بالكفته بتاعتنا. يلا اي استفسار اي حاجه انت حباها قولي لي عليها وانا هعملها لك على طول. كده تمام قوي. تمام، هننزل عليها بشوية الكزبرة الخضر بتوعنا. هنطلع صينية المكرونة بتاعتنا من الفرن. طب انا هطلعها بايه؟ عايزة اطلعها. طيب فاصل فاصل. طلعنا صينيه المكرونه بالبشاميل بتاعتنا وكفته داوود باشا، صينيه المكرونه كيلو لحمه نص كيلو لحمه مفرومه، البشاميل بتاعنا كفته داوود باشا نص كيلو لحمه معاه بصلايه مبشوره، بهاراتنا طماطم ثوم زيت. طبعا يا رب الاكل يكون عجبكم، يا رب حلقتي النهارده تكون عجبتكم ان شاء الله. طيب طب طريقه عمل البشاميل، 5 معالق دقيق، 4 معالق زبده، معاهم شويه زيت، وبننزل في الدقيق بتاعنا لحد ما بياخد اللون الذهبي، بننزل عليه بلتر حليب وبياخد الغلوتين بتوعنا زي ما احنا ما بنشوفه، وبنقوم حاطين عليهم فلفل وملح، ملح وفلفل. واللحمه بتاعتنا طبعا نص كيلو لحمه معاه بصلتين، الزبده بتاعتنا، وبنشوحه كويس على نار عاليه طبعا اللحمه اللي متعصجه، وبنسلق المكرونه بتاعتنا 3/4 سلقه، وبنرص الصينيه بتاعتنا وبندخلها في الفرن، وننزل عليها بيضتين على الوش علشان تاخد اللون الذهبي. كفته داوود باشا معانا نص كيلو لحمه، معانا بصلايه مبشوره، البهارات بتاعتنا زي ما انت محباها، هتبات في الثلاجه وهتتكور، وهنحطها في زيت ونطلعها، نحط شويه ثوم ان شاء الله مفرومين، ونقوم منزلين عليهم بالطماطم بتاعتنا المتسبكه، وبتطلع معانا زي ما انتم شايفينها. يا رب حلقتي تكون عاجباكم. ان شاء الله حلقة جديدة مع مطبخ طمطم. باي باي.